السيد الرئيس النهاردة قال جملة جميلة ومهمة بالنسبة لشغلنا كإعلاميين. قال أنا بعتب على الإعلام اللي بيصور الإنسان المصري مرعوب على الأكل والشرب، وإنه كأنه يعني ملوش هم غير الأكل والشرب. ليه تبينوا الناس مرعوبين وخايفين قوي على الأكل والشرب؟ هناك أزمة عالمية اقتصادية، نعم، وإحنا جزء من العالم، لكن الأكل والشرب مش آخر الدنيا في مصر. مصر هتفضل كبيرة، إحنا جزء من الاقتصاد العالمي، وزي ما قلت في الخبر اللي فات إنه في دولة كبيرة معرضة إنها ما تدفعش ديونها، واللي بيقول كده مش أنا، اللي بيقول كده ده صندوق النقد والهيئات الاقتصادية العالمية. رغم كل الأزمات إحنا ماشيين في طريقنا، ربنا هيعبر بينا هذه الأزمة. دكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور إيهاب، عليك وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور حسام، اسمح لي يعني تحليل حضرتك لأدائنا كإعلاميين كلنا كده في 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 سلة واحدة مبدئيا، لغاية لما الخطوة اللي جاية نسأل حضرتك هل بعضنا يعني إيه، هل بعضنا مغرض في إنه يكبر قوي البلاوي والمصايب ويبعد عن التركيز على الإيجابيات في هذه الأزمة بالتحديد؟ إحنا كإعلام قدرنا نتعامل معها بذكاء وحكمة ووعي بمصلحة الشعب المصري، ولا كبرنا قوي؟ وده كان عتاب السيد الرئيس، إنه ينهار أبيض، ده الأكل، ده القمح، ده العيش، ده البيض، ده الفراخ، ده اللحمة. رأي حضرتك إيه؟ للأسف الشديد بعترف في البداية وبشكل عام ودون تعميم أن الجميع مقصر. تفضل. يعني جميع من يعمل في وسائل الإعلام بنسبة كبيرة جدا في الإعلام المصري للأسف الشديد. حضرتك صوت سعادتك راح فين يا فندم؟ بعد مقصر ما فهمتش حاجة. حضرتك سمعني كده؟ اه كده سمعك، تفضل يا فندم. اه أنا بقول لحضرتك إنه للأسف الشديد الإعلام مقصر، الإعلام يغفل عن أداء دوره الحقيقي. بعض الإعلاميين للأسف الشديد يعني يسعون وراء الترند وتصدر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعني للأسف الشديد هناك بعد كبير عن دور الإعلام الحقيقي في عملية الوعي. ولذلك كان عتاب السيد الرئيس اليوم في محله تماما يا دكتور إيهاب، هذا من حيث البداية. طيب في رأي سعادتك بقى، يعني ده الجزء الثاني، ايه اللي مفروض وايه المطلوب مننا كاعلاميين كلنا، اللي بيطلع قدام الكاميرا واللي بيعد واللي بيخرج واللي بيصور واللي بيمنتج، كلنا عشان ننتظم رؤيه وطنيه حقيقيه من غير ما نضحك على الناس؟ طبعا اكيد الرئيس مش طالب كده، بس هو طالب ان الحقائق تعرض، لما يبقى فيه مشروعات، يبقى فيه انتاج، يبقى فيه عظمه، يبقى فيه خطوات من الدوله، ما احنا لازم برضو نبرزها. أنا بالضبط بقول لحضرتك إنه الإعلام أو الخطاب الإعلامي المصري يحتاج إلى تجديد وتنوير حقيقي، لأنه من حيث الأساس يجب أن يعي الإعلام أن دوره الحقيقي هو عملية الوعي والتنوير والتثقيف وحتى الترفيه. يجب أن يكون لدينا إعلام احترافي. الأمر الآخر هو عملية المصارحة والمكاشفة والمبادئة. يعني السيد الرئيس، يعني رسائل السيد الرئيس اليوم يا دكتور إيهاب في الذكرى 71 لعيد الشرطة المصرية كانت الرسائل كاشفة ومباشرة. صحيح. وبها قدر كبير جدا من المصارحة. صحيح. عن واقع الأمر وواقع التحديات للمجتمع المصري بشكل عام. ولذلك يجب على الإعلام وعلى الإعلاميين أن يعوا طبيعة التحديات. لدينا تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية، ويجب أن يتم من الأساس تصنيف الأزمة. هل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة الآن هل هي أزمة داخلية مصرية تحدث داخل مصر فقط؟ صحيح. لا طبعا، يبقى يجب التأكيد دائما أنها أزمة عالمية. هل هي أزمة عالمية واحدة؟ نحن خرجنا من كورونا وما زال كورونا مستمر معنا، إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مختلف دول العالم. هل الإعلام يهتم بنقل الواقع المصري الحقيقي الميداني من داخل القرى والمراكز والمدن؟ للأسف الشديد هناك قصور حقيقي في هذا الأمر. صحيح. هل الإعلام يعرض القضايا الرئيسية التي تشغل بال الرأي العام المصري؟ للأسف الشديد أصبحت يعني مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تتحكم بشكل كبير وتؤثر في الرأي العام،
وأصبحت برامج التوك شو اللي موجودة في مصر مساءً تقوم بعرض ما هو منشور ومتداول عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. صحيح، يعني بتسير في ركابها بدل في ركاب السوشيال ميديا بدل ما تقوم أدائها، لأن القائمين عليها مش متخصصين. بشكرك يا دكتور حسام، وبتمنى حياتك تنورني في الاستوديو نتكلم عن هموم الإعلام المصري في أقرب فرصة. لو سمحت لي أسيب زمايلي في الإعداد يرتبوا مع حضرتك الميعاد. اتفضل دكتور. بشكرك جميل. بشكرك جدا، بس ما قلتيش انت موافق الاول ولا لا؟ لا يا فندم، تحت امرك طبعا. ربنا يخليك دكتور حسام النحاس، استاذ الاعلام بجامعه بنها. شكرا جزيلا. الموضوع اصله كبير، موضوع الاعلام ده موضوع كبير قوي. يعني الدكتور لمس حته صغيره قوي، يعني بدل ما احنا نقول للسوشيال ميديا انتوا مش متخصصين ومدفوعي الاجر في معظم مواقعكم عشان تخربوا البلد وتحسسوا المواطن بالضعف وبالحزن وبالاحباط، لا مش ده الصح اللي المفروض يحصل. ده احنا مصر وحنقوم، واحنا عندنا هو كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، وشوفوا حياة الناس بتتغير ازاي بمشروع حياة كريمة، النهاردة في القرية دي، بكرة في المحافظة دي، بعده في المدينة دي، بعده في المركز ده. فعلا احنا مقصرين في ده، بدل ما نعمل كده بنجري ورا السوشيال ميديا، نقول من الحاجات اللي عملت يعني على السوشيال ميديا ترند عظيم، ونبتدي نناقش بقى الحاجات دي. كأنهم خدونا في عبهم وقدروا ان هم يلففونا في الدايره اللي احنا ما تخصناش، مش عايزينها، وما تفيدناش وما تفيدش البلد وما تفيدش الناس.